على رأي الشاعر الكبير وعم الشعراء كلهم فؤاد حداد، ما تصحصح يا قاري كتاب، مش يمكن أخوك أراجوز. وأراجوز هنا دبل مينينج. أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الحكاية دي، أنا عايزك تحسب أنت، سيبك من عمر اللي قاعد جوه ده، احسب أنت من سنة 1805 لحد سنة 2013 كام سنة؟ احسب وقولها لي عشان انا محتاج الحسبه دي. ايها الاحرار في كل مكان، علاقه السلطه بالدين ورجال الدين علاقه وثيقه جدا، خاصه في مجتمعاتنا دي. بيحكمها قانون بسيط جدا، هتبقى في صفي احبك واوري لك اللي عمرك ما شفته، هتقلب وتبنبك وتعمل فيها رجل دين وضميرك يوجعك، هخليك بصراحه عبرة لمن لا يعتبر، هتبقى نهايتك على إيدي. النهاردة معانا درس تاريخي جدا، درس يا حضرات عمره، حضرتك حسبتها كم سنة؟ من 1805 ل 2013 كم سنة؟ حوالي يمكن 200 سنة وكسور. أوكي، تقريبا تيجي كده. أنا طبعا معيش الموبايل وبتوع الكنترول ماتوا تقريبا، في قنبلة نزلت على الكنترول. 208؟ 208 سنة. النهاردة يا حضرات معادنا مع درس تاريخي، اسمحوا لي أقوله لكم، عمره 208 سنة. إزاي السلطة بتتلاعب برجال الدين وتطوعهم لخدمتها وفي الآخر ترميهم زي المناديل الورق. النهاردة وبالتحديد 12 أغسطس في السنة دي، نفى محمد علي عمر بمكرم، أو الشيخ عمر مكرم. ذكرى نفي عمر مكرم النهاردة حدث في مثل هذا اليوم 12 أغسطس بس سنة 1800 وحاجة بقى 1808 حاجات دي. يعني الحكاية باختصار أن عمر مكرم كان نقيب الأشراف، والأشراف دول طائفة من الشعوب العربية، بعضهم أو كتير منهم بيقول أن هم يمتوا بصلة قرابة إلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ودول كان ليهم اعتبار في المجتمعات في طول الحضارة الإسلامية ما عدا فترة كده في الأمويين، لكن بعد كده العباسيين والمماليك والعثمانيين كان ليهم بقى، يعني الناس دي كانت ليها مكانة خاصة في المجتمع، يقول لك فلان من الأشراف. وكان ليهم نقابة، نقابتهم في العصر اللي أنا بتكلم فيه ده كان عمر مكرم، كان نقيب الأشراف وكان قائد ثورة المصريين ضد خورشيد باشا الوالي اللي عينه السلطان العثماني بعد زوال الحملة الفرنسية. بعد ما مشت الحملة الفرنسية السلطان العثماني عين خورشيد باشا، إلا أنه طائفة العلماء الكبار أمثال الشيخ عمر مكرم، الشيخ عبد الله الشرقاوي الشيخ الأزهر، الشيخ محمد أبو الأنوار السداتي، دي المشايخ، ده دي صورة متخيلة أو مرسومة لعمر مكرم، واللي في الآخر خد كل اللي خده في التاريخ، وده الشيخ محمد أبو الأنوار السداتي، وفي الشيخ عبد الله الشرقاوي. دول مجموعة مشايخ كان ليهم يعني هيلمان في الوقت ده. وبدل ما هم يمسكوا الحكم بعد نجاح ثورتهم على الوالي خورشيد باشا، راحوا تحايلوا على عسكري ألباني لئيم عشان يمسك الحكم، وقعد يقول لهم لا والله لا لي رغبة ولا إرادة في حكم مصر. فقالوا له انت اللي تمسك، بس اشترطوا عليه الحكم بالعدل والرجوع ليهم في القرارات الكبرى. دي صورة الثعلب العجوز اللي ضحك على مصر كلها، وضحك على الانجليز، وضحك على العثمانيين، ضحك على كل خلق الله. الحقيقة بقى هنا نتوقف قليلا، لانه محمد علي بدأ يدي املاك المماليك في مصر يوزعها على المشايخ. وركز حضرتك في الجملة دي مهمة قوي، المماليك كان ليهم ولايات وأملاك وعزب وقرى بدأ يديها لهم، فهم حلوا مكان المماليك وتعودوا على القرش الحلو والأملاك، وبقوا أصحاب أملاك كبيرة جدا. وعشان يرضيهم أكتر بدأ يسمع كلامهم، وسمع كلامهم لدرجة أنه سنة 1806، راجع معايا التاريخ ده كويس، في 1806 السلطان العثماني كان متضايق جدا وعايز يعزل محمد علي، فبعت باخره كبيره عليها والي جديد لمصر اسمه موسى باشا.
محمد علي عمل فيها لئيم، لأن السلطان الوالي الجديد جاي ومعاه فرمان بيقول تعيين موسى باشا والي على مصر ومحمد علي هننقله لولاية سالونيك في اليونان. محمد علي خد الفرمان والسفينة ركنة في اسكندرية، قال لهم يا جماعة اعملوا انتوا رأيكم في الموضوع، أنا مش بتاع رأي، لو عايزيني اتصرفوا. العلماء الحقيقة الأفاضل قعدوا يتناقشوا مع محمد علي كتير قوي، لكن محمد علي عمل خطة هو عمر مكرم، قالوا له الرأي رأيك يا مولانا، وانت اعمل انت عايز تعمله احنا موافقين عليه. قال لهم نكتب عريضة للسلطان تقولوا فيها ان انتوا عايزين محمد علي وبلاش موسى باشا. بيقول الجبرتي ان المماليك كان دورهم بس ان يحطوا اختامهم على العريضة دي، وطلعت العريضة لان هو فهمهم محمد علي ان دي لعبة الانجليز، ان الانجليز مش عايزينه وعايزين المماليك. اربط على دي، عايزين مين يا فندم؟ المماليك. يعني المماليك هيرجعوا؟ ايوه يا فندم، السلطان العثماني عايز يرجع المماليك والانجليز عايزين يرجعوا المماليك، وشوف انت بقى لو رجعوا المماليك هيحصل ايه؟ هيحصل ايه سعادتك؟ هيحصل ان الاملاك اللي خدوها المشايخ هترجع للمماليك تاني، ويرجعوا بقى للمش والجبنه والبصل الاخضر والشرش، ودي عيشه كانت صعبه قوي. هوبا مضوا العلماء على الوثيقه دي وبعتوا رساله للسلطان العثماني قالوا له كلا وحاشا ما يلزمناش غير محمد علي. الكلام ده كان سنه 1806، يعني بعد سنه من تولي محمد علي. 1807 الانجليز حسوا ان محمد علي شوكته قويه جدا، فراحوا عملوا حمله فريزر على مصر عشان يقلعوا محمد علي. هنا طلع الشعب الخايب الغلبان وهزم حمله فريزر، ومحمد علي باشا الراجل قاعد انتوا عايزيني، حاربوا الانجليز. وفعلا استطاع الشعب الابي العظيم انه يسقط حمله فريزر على مصر. من الوقت ده بقى بدا محمد علي يحس انه خلاص الان انا لي ملك مصر، دان لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. بدا يلعب لعبه دنيئه، يوقع المشايخ في بعض، ومش بس كده، ده بدا كمان يشيع بين العامه ان المشايخ دول بيجروا على الفلوس وبتوع مصالحهم وجماعه مارقه وخوارج العصر وبيقلبوا في الدين وارزق جيه. فبدا الشعب يتخلى عن العلماء شويه شويه. بدا محمد علي ينفرد بالحكم ويتصرف في فلوس الدوله على مزاجه. عمر بيه مكرم عارض محمد علي، لكن زي ما قلت لك كده محمد علي بدا يعمل وقيعه بين العلماء وبعضهم وبين العلماء والشعب، ويقول لهم ده عمر مكرم ده عايز يهد البلد، بل انه اغرى الشيخ السادات رفيق عمر مكرم بمنصب نقيب الاشراف بدلا من عمر مكرم، ووافق الشيخ محمد ابو الانوار السادات، ونفذ محمد علي خطته وقبض على عمر مكرم ونفال دمياط، وبعدين عين الشيخ السادات مكانه نقيب الاشراف. وبعد كده لما بدا يحس بخطر عمر مكرم نفاه تاني، ومات عمر مكرم في المنفى. اما الشيخ السادات بقى اللي بقى نقيب الاشراف وعنده عزب واطيان، اللي ساعده في الانقلاب على الشعب وعلى الوالي العثماني وعلى مكرم وعلى عمر مكرم، الشيخ ده بقى كان راجل ثري جدا. بعد ما مات محمد علي صادر فلوسه وامواله لصندوق تحيا مصر، سوري تحيا محمد علي. مش بس كده، ده هدد مراته انه هيغرقها في النيل لو ما قالتلوش فين مكان ثروه ابو الشيخ ابو الانوار السادات، واخدها كلها. وده جازات الشيوخ اللي بيتموا في احضان السلطه واللي انتقدهم الجبرتي وسماهم شيوخ الفتره، زي ما كان ليهم مسموح الشيوخ. يعني ايه مسموح الشيوخ؟ يعني الاطيان اللي خدوها من المماليك كان اسمها مسموح الشيوخ، عشان كده سماهم الجبرتي شيوخ الفتره. اللي لادي بعد 208، بعد 200 وكام سنه كتير، بعد اكتر من 208 لحد 13، احنا 2024. اللي لادي بعد مرور 220 يعني تقريبا، معادنا مع فصل جديد من نفس فصول المسرحيه، نفس الفصول مع الشيوخ السلطه. امبارح بالليل تم تعيين مفتي جديد واقاله شوقي علام، وطلع الشيخ الجديد يشكر السادات على ثقه، السادات يشكر السيسي على ثقته الغاليه. ادي الخبر، تعيين بناء على ترشيح شيخ الازهر، قرار جمهوري بتعيين الدكتور نظير عياد مفتيا للجمهوريه.
الدكتور ده واخد دكتوراه في العقيدة والفلسفة. ده حضرات مين هو بقى نظير؟ ونظير الحقيقة طلع شكر وقال لك اهو انا بشكر هم قالوا انه بناء على ترشيح من الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف. الراجل ده طلع قال اهو نظير عياد يشكر السيسي والشيخ الازهر على ثقتهما الغاليه لاختياره مفتيا للديار المصريه. الاقاله كانت الحقيقه في معاد التجديد السنوي لشوقي علام. شوقي علام اللي زي جده ابو الانوار السادات وزي جده عبد الله الشرقاوي والناس دي اتجدد له 11 سنه 11 مره قصدي 11 مره. والسؤال ليه؟ لماذا مدد السيسي لعلام 11 مره؟ هو ده السؤال. ادي روسيا اليوم، لماذا مدد السيسي لمفتي مصر للعام 11 على التوالي؟ الاعلام المحلي يرصد الاسباب وقعدوا قالوا اسباب. مع السلامه يا شيخ الفتره، مع ألف سلامة، جنب بقى أجدادك اللي لعبوا نفس اللعبة. لكن هو السؤال إيه حكاية شوقي علام؟ يعني إيه حكايته مع السلطة؟ خليني أحكيها لكم بسرعة. شوقي علام ده كان آخر مفتي منتخب انتخاب مباشر من هيئة كبار العلماء في تنصيبه، يعني أو اتنصب بانتخاب هيئة كبار العلماء، يعني جاي بالطرق اللي بيجي بيها من سنين. لكن تحس اللي هو جاي كده ان احنا جبنا الشيخ العز بن عبد السلام، جبنا حد كده جامد قوي هيمسك الافتاء. واول كلمه ليه بعد تسلمه المنصب قال: تضمن دوام التواصل بين الاجيال، ولذلك فانني بتبوئي لهذا المنصب الكريم ادعو الله تعالى ان يوفقني للوفاء لكل من سبقني فيه خدمه لتراثهم والبناء على ما أسسوا. وأول من نخص بالذكر والثناء بعد الله عز وجل أصحاب الفضيلة والمعالي هيئة كبار العلماء من أزهر الشريف، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، شيخ الأزهر، على ما يقومون به من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين. الشيخ شوقي علام زيه زي اجداده اللي اتلعب بيهم. لما جاء الانقلاب العسكري في عام 2013 قرر انه يغير ولاءه 100% لصالح السلطه، فايد مذبحه فض ربع، وكان شايفها انه فض تم بطريقه راقيه. تخيل، اه والله زي بقول لك كده، تم بطريقه راقيه. وبعدين افتى لوحده وصدق بالاعدام على حوالي 1600 شخص، أغلبهم كان أحكام سياسية، حتى أطلق عليه وحاز لقب بجدارة مفتي الدم. خبر أدي شوقي علام أهو أفتى وحده بإعدام 1600 شخص. ماذا يجني شوقي علام في مواسم حصاد الأرواح؟ شوقي علام الدولة تعاملت مع عصام ربعة بطريقة راقية وفضه حافظ على المجتمع. حبيبي حبيبي، أنت لو تقراش تاريخ علام الحقيقة نافق السيسي، وكان بيبالغ في النفاق بانه بيعتبر السيسي ان اخلاقه من احسن الاخلاق شخصيا، وان ده الدعاء له واجب ديني. تخيل، الدعاء للحاكم الظالم واجب ديني. اتفضل يا بيه، اتفضل. انا ارى السيد الرئيس انسان نبيل، نبيل بمعنى الكلمه، وده لاحظته في خلال الكثير من اللقاءات. اولا الخيط الناظم بين الالفاظ التي تصدر من السيد الرئيس، يمكن ان تقول بان هذه، وباطمئنان شديد الى ان هذه الالفاظ التي تصدر هي الفاظ معبره عما في القلب. نمره اثنين، انها الفاظ وطنيه الى ابعد المدى. نمره ثلاثه، انه لم ياتي في يوم من الايام ولم اسمع منه لا في مجلس خصم ولا في عام انه شتم في احد. ما سبش حد اطلاقا، حتى الذين يناصبونه العداء لم يتلفظ اطلاقا امام مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. فدي شخصيه فيها من نبل الاخلاق مستوى عالي، ربما نحن كثير في الحقيقه. قول يا سيدي، قول 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 يا اوال، قول كمان. خدت بالك انت ان محمد الباز جايبه في الديكور بتاعه تحيا مصر وراه فوق الائمه؟ ما خدتش بالك انت دي؟ خدت بالك ان محمد الباز لما بيحب يعمل لقاء مع البابا توادرس بيروح له لحد عنده؟
لحد عنده، انما ده مفتي الفتره، فمفتي الفتره يجي هو الاستوديو. هو ده مقامك بقى عند محمد الباز، تيجي للباز الاستوديو، لكن البابا تقدرس نروح له لحد عنده وبمزاجه وفي الوقت اللي هو عايزه. خدت بالك انت من الانسان نبيل دي؟ لا، ده في بقى الكبيره، الدعاء للسيسي واجب ديني زي كده، كل الواجبات الدينيه اللي عليك خش يا بيه. رجل عنده نبل شديد جدا، وعنده في الوقت نفسه قدرة على العطاء، وعنده في الوقت نفسه أيضا إصرار وعزيمة على أن يمضي قدما في كافة الملف، ودي لاحظناها في المراحل الماضية، وإن شاء الله ستكون في المرحلة المقبلة التي نحن نهنئ سيادته عليها. هناك عزيمة غير مسبوقة، ولم نجدها في إنسان يعني ممن يمكن أن يحمل هذه الأمانة حملا أو حملا حقيقيا. ولذلك يمكن في فترات سابقة وما زلنا عليها إلى الآن في قضية فقه الدعاء لولي الأمر غايب كثير عن كثير من الناس، وكثير من الناس بيظنوا إن هي المسألة سهلة. لا، المسألة تحتاج إلى الدعاء لولي الأمر بالتوفيق والتسديد، ده واجب ديني، واجب ديني، ولذلك ده على ألسنة الكثير من العلماء، واجب ديني اعمله براحتك. الشيخ اللي قدامك ده كانت مهمته تمرجي، أو تقدر تقول أستاذ دكتوراه في التخدير. التخدير الديني ضد مصاعب الحياة والغلاء والفقر. ولما كان الناس يفيض بيها ويملوا على رأي ست أم كلثوم، أو تفكر في الغضب، أو تفكر في ثورة، كان أول واحد يقف ويتصدى ليهم ويخرج لنا بكمية حقن تخدير هو المفتي اللي قال لهم حرام شرعاً. ينبغي على المسلم أن يكون صابراً على المتاعب والتحديات. اتفضل يا بيه، خد الحقنة دي كده في جنابك. المسلم الحق ينبغي أن يكون صابر على المتاعب والتحديات. حلاوتك يا حلواني. الدكتور شوقي علان للأهرام، دعوات التظاهر في 25 يناير مشبوهة، القوات المسلحة هي الحصن الذي يحمي المصريين. ورغم كل التاريخ الحافل ده من خدمة السيسي والسلطة لدرجة نشتغل تمرجي مخدرات، لكن في الآخر السيسي رماه زي أي ورقة تواليت بعد ما خلص دوره، رماه في صفيحة زبالة التاريخ. مصير سبق له شخصيات تانية كتير قوي رماها السيسي في ولايته الجديدة، من وزير الدفاع لوزير الخارجية لوزير المالية لوزير الأوقاف للتموين، حتى نسيبه اللي كان محافظ جنوب سيناء ريتح من الزمن، كله ده اترمى خلاص في عشرية الانقلاب الجديدة. الراجل رماه كل دول. الراجل الحقيقة بيغير ديكور شقته، غير الحمام والمطبخ، حتى الدعاء والمشايخ اللي كانوا مالين الشاشات انتهوا، بعدت عنهم الأضواء. خلينا نشوف، انسف حمامك القديم. السيسي قرر يعدل الشقة من جديد. الراجل قرر في العشرية الجديدة أن يخش بلوك جديد بقى، 10 سنين كفاية عليهم قوي. خلينا نشوف شركائه في الانقلاب اللي تخلى عنهم السيسي في الجراف ده. السيسي يتخلى عن شركائه في الانقلاب: شوقي علام إقالة، مختار جمعة إقالة، علي جمعة مع السلامة، ياسر برهامي حبيب قلبي، محمد حسان، حسين يعقوب. دول رجال الدين، دول اللي قامت عليهم الخدمة. نخش بقى على العسكر: محمد زكي، محمود حجازي، أسامة عسكر، أحمد وصفي، محمد مصلحي، البلدعي، سامح شكري، محمد معيط، محمد شاكر، خالد فودة. مع السلامة. دول كانوا رموز العشرية الأولى. هنا يجي السؤال بقى، أو يجي كام سؤال. السؤال الأول: هل يعيد السيسي تدوير نفايته بشخصيات أخرى؟ تدوير نفايته مش معناها أنه هيجيب نفس الشخصيات، لأن كل دول نفايات، إنما هيجيب نفاية جديدة. هل هيجيب نفاية جديدة؟ ويفضل السيسي قاعد وهو بيبدل في النفايات، يستخدمها زي المناديل يشتري بيها وقت عشان يكمل. السؤال الأهم: يا ترى الدور على مين؟ هل احنا قدام سيناريو التجهيز للإطاحة بشيخ الأزهر؟ بلاش شيخ الأزهر. هل الدور جاي على بقى وجهة الباب بتاع سلطته، إعلامه، الإعلام اللي طبل وزغرط وعرض وباع بقى الشرف والضمير والإنسانية؟ هل الدور جاي على إعلامه؟ هو ده سؤال أنا بسأل، ما عنديش معلومات، لأن كان في أخبار كتيرة جدا وتعليقات إنه كانت بعد الحكومة الجديدة
بيقولوا الدور جاي على الإعلام. ده اللي نشرته قناة العبرية. قناة العبرية السعودية قالت بعد تغييرات المحافظين والحكومة إعادة تشكيل المجالس والهيئات الإعلامية في مصر. سيتم إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام. ده الكلام ده كان يوم 2 يوليو. إحنا دلوقتي 12 أغسطس. ما حصلش حاجة. بس هل هيحصل؟ وكتب يتكتب كتير جدا عن التغييرات الإعلامية المنتظرة. زي الناقد السينمائي اللي قال وإنه في وجوه جديدة هو. الناقد السينمائي الأمير أباظة. وجوه عديدة ستختفي من الإعلام المصري في الأسابيع المقبلة. قيادات إعلامية جديدة انطلاقة نحو عهد مشرق للإعلام 6 يوليو. كل ده كان في شهر يوليو اللي فات. كل ده بيتكلم بقى على وجوه بقى رؤساء التحرير والحاجات دي. ويفضل السؤال الأخير، هل الناس اللي شالها السيسي واللي هيشيلها السيسي دي أثرت معاه في حاجة؟ أكيد لا. طب بيغيرهم ليه؟ بيغيرهم لأن دي سنة الانقلابات، لأن دي حكاية قديمة قوي من أول عمر مكرم وقبله لغاية شوقي علام واللي جايين. الطاغية بيستخدم أعوان وبعد ما يتثبت بيخلص منهم عشان يسيطر لوحده، عشان يشيلهم فشله ويبعد الوجوه دي ويضحك على الناس بوجوه نفايات جديدة. عشان في فقر وفي صرخات، في ناس بتصرخ ليل نهار. اسمعوا الست دي بتقول ايه. حسبي الله ونعم الوكيل في العصابة الحرامية. الناس تعبت، الناس تعبت جدا وضجت. فيبدو ان السيسي عشان كده بيغير الوجوه عشان يعمل اي حالة تغيير. شوف الفيديو ده كده، الناس تعبت. باسم الشعب المصري، باسم ملايين المصريين، بنقول لرئيس الدولة ورئيس الوزراء قولوا الحقيقة للناس، قولوا لهم كفاية بقى، كفاية ان احنا بقينا تحت مقصلة صندوق النقد الدولي. مش كل قرض تاخدوه تزودوا علينا البنزين وتزودوا علينا الكهرباء وزودوا علينا الغاز وزودوا علينا المية. ما تقولوش ان البنزين رخيص في مصر وان في العالم كل البنزين غالي وان مصر بس اللي فيها بنزين رخيص. شوفوا الناس برة بتقبض كام، شوفوا الناس برة مرتباتها كام. احنا ارخص مرتبات في العالم كله هي مرتبات الموظف المصري. يا رئيس الوزراء، يا رئيس الدولة، قولوا الحقيقة للناس، قولوا ان الاصلاحات اللي انتم بتعملوها جاية على الشعب وجاية على الغلابة مش جاية على الاغنياء. الجزيرة والله الناس دي تعبت من 2017 وطلع عين ابوهم وعين امهم. حكومة مصر كلها سايبة الدنيا كلها جاية تشتغل على الجزيرة. يعني ايه انت تبقوها لمين؟ تستثمروا لصالح مين؟ يعني هستثمر لصالح مين؟ شعب غير الشعب؟ او تجيب شعب غير الشعب؟ يعني ما يكون حكومة مصر كلها سايبة البلد وجاية لأهل الجزيرة هنا. يعني الواحد بقى يمشي في الشوارع، بيمشي في كل حتة، يعني تلاقيش غير الحكومة. هو قال حاجة، قال حاجة رئيسنا ده. طب وبعدين؟ طب والحل ايه؟ طب وبعد كده احنا هنعمل ايه؟ حكومة قاعدة على المعديات، حكومة في الشوارع، حكومة في كل منطقة. طب انت تهجرونا؟ محدش هيمشي، احنا قاعدين في البلد. ما هو احنا قاعدين، بصوا حكومة قد ايه؟ اقل حاجة رئيسنا بقى، كل اللي في ظهري دي حكومة. طب ما تشوف يا عم شغلك بره، شوفوا كمان، شوف الخراب اللي بره. انت جاي بقى تشتغل على استمارة ولا جاي تشتغل على ايه بالظبط؟ كده اللي بيحصل في شعبنا في جزيرة الوراق، مش شعبنا بقى، جزيرة الوراق حرام. يعني بيحصل في جزيرة الوراق ده اقسم بالله حرام وذل ومهانة وكل حاجة. فارحمونا. مهما كانت أسباب السيسي في تغيير النفايات القديمة الكريهة اللي ثبتت عرشه وساعدته في سرقة البلد ونهبها، لكن تفضل الرسالة الأهم لكل قادم جديد، للمفتي الجديد، لأي مسؤول جديد،
اتعلم اللي قبلك بقى، اتعلم اللي قبلك، اشتغل للشعب لوطنك عشان تفضل سيرتك الحلوة مذكورة عند الناس، وما تتعاملش على السيسي وكرسيه، لأنك هتلاقي نفسك في الآخر قصة من قصص التاريخ في مزبلة التاريخ. بعد 100 سنة بالضبط، بعد 100 سنة من حكم محمد علي، ما أنا رجعك للحكاية القديمة بقى. محمد علي تولى 1805، 1806 السلطان العثماني جاب واحد اسمه موسى باشا عشان يخلع محمد علي. العلماء والشعب والأعيان وقفوا مع محمد علي وفرضوا على السلطان العثماني إنه يستنى محمد علي. 1807 جت حملة فريزر عشان تشيل محمد علي بالقوة، لكن الشعب طلع اتصدى ودافع عن مصر ودافع عن محمد علي. 1811 محمد علي دبح المماليك في يوم جمعة كده في مارس تقريبا، دبحهم كلهم 400 مملوك. بعد 100 سنة جاء عالم اسمه الإمام محمد عبده، بعد 100 سنة بالضبط، يعني تقريبا 1905 1906 1903 كتب الكلام ده بقى. كتب محمد عبده، الإمام محمد عبده، بيقول: ما الذي صنع محمد علي؟ لم يستطع أن يحيي، ولكن استطاع أن يميت. كان معظم قوات الجيش معه، وكان صاحب حيلة بمقتضى الفطرة، فأخذ يستعين بالجيش وبمن يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من خصومه، ثم يعود بقوة، بقوة الجيش وبحزب آخر على من كان معه أولا وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه، وهكذا حتى إذا سحقت الأحزاب القوية وجه عنايته إلى رؤساء البيوتات الرفيعة، فلم يدع منهم رأسا يتستر فيه ضمير أنا، واتخذ من المحافظة على الأمن سبيلا حجة لجمع السلاح من الأهلين، وتكرر ذلك منه مرارا حتى فسد بأس الأهالي وزالت ملكة الشجاعة منهم، وأجهز على ما باقي في البلاد من حياة في أنفس وفي بعض أفراد الشعب. ده اللي بيقول محمد عبده مش أنا. فلم يبقى في البلاد رأس يعرف نفسه، حتى خلعه من بدنه أو نفاه مع بقية أهله إلى السودان فيهلك هناك، وأخذ يرفع الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى حتى انحط الكرام وساد اللئام، فلم يبقى في البلاد إلا الآلات له يستعملها في جباية الأموال وجمع العساكر بأي طريقة وعلى أي وجه، فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزيمة واستقلال نفسي، لتصير البلاد المصرية جميعها اقطاعا واحدا له ولأولاده، على إثر اقطاعات كثيرة كانت لأمراء عدة في السابق. تاريخ بيعلم نفسه وبيعيد نفسه، بس مين يقرأ ومين يتعلم؟ عشان كده قلت لك صح يا قاري كتاب، مش يمكن أخوك قرأ جوز.